لم يتأهلن إلى ربع النهائي، لكن يحق لهن أن يفخرن بالإنجاز الذي حققناه في هذه النسخة التاسعة من منافسات كأس العالم للسيدات المقامة حاليا في أستراليا ونيوزيلندا. وللنقاش يطيب لي أن أرحب بضيفي اليوم بهية اليحميدي نائبة رئيسة العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية. بهية مرحبا. مرحبا سيدة كري، مرحبا، شكرا على الاستضافة. ومعي في الاستوديو الزميل حسن الجابري من قسم التحرير الرياضي لميديان. حسن مرحبا. مساء النور شكري، مرحبا لبهية وللمستمعين الكرام. بدءا إذن للبهية، ما تقييمك العام لهذه المباراة تحديدا؟ للمباراة ولا المشاركة عامة؟ المقابلة أولا ثم المشاركة عامة. نعم، بالنسبة للمقابلة ديال اليوم، احنا غادي نقولوا بان إيرفي رونار دار واحد قراءة جيدة للمنتخب المغربي اولا، ثانيا ناهيك عن الاخطاء اللي احنا كلشي كيعرفها بان كانت اخطاء على في الخط في التموضوع بالنسبة للدفاع في الوسط، وين كانت اخطاء فردية وجماعية. كان واحد ارتباك من بعد ما تماركا البيك الاول والثاني، يعني هي مجموعه من 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 الاخطاء من العوامل، وهادشي كله ما يمكنناش نقوله غير الفريق الوطني اللي يعني بالنسبه لهذا الاقصاء هذا راه تقصاو فرق كبرى قبل منا، كعرف تقصات امريكا الارجنتين، يعني احنا بالنسبه لنا هذا انجاز كبير باش نوصلوا لهذا الدور الثاني، انجاز كبير. وكي كنشكروا بزاف هاد اللبؤات اللي داروا اكثر من جهدهم واللي وصلوا بينا لهذا الحلم اللي حلمنا. ما نقولك شيء، حنايا كنا كنحلموا اكثر وكنطمعوا في اكثر، ولكن غير الهدف بحد ذاته انجاز كبير. اكيد الاقصاء ما غاديش يكون هزيمه، هي بحد ذاتها هو انجاز وهو درس ودروس تخلصناها باش نقولوا بان بقي عندنا العمل، وهو اللي كيتسمى العمل الكبير. هذه بدايه باعتبار اول مشاركه، فهي فغيزي اول مشاركه والوصله، وهذا الوصول اللي وصلنا له لهذا الدور الثاني في حد ذاته هي بدايه وانطلاقه ان شاء الله كره القدم لتطوير كره القدم النسويه بلادنا. اكيد، والكره القدم النسويه قد ابهرت العالم، رفعت راس المواطن المغربي عاليا كما رفعت العالم المغربي عاليا، لكن هذا لا يمنعنا من رصد بعض الاخطاء لاستخلاص الدروس كما قلت البهية، ومن ذلك ان الارتباك بدا واضحا حسن في خط هجوم اللبؤات. ما هي اهم الاخطاء الفرديه والجماعيه التي ادت الى هذه الانتكاسه حسن؟ والاخطاء في كره القدم وارده جدا، يعني لسوء حظ لاعبات المنتخب المغربي انهن واجهن منتخبا من قيمه كبيره، او منتخب حاليا يقام له ويقعد يضم في صفوفه احد ابرز الاسماء في الدوري الفرنسي وفي دوري ابطال اوروبا، يمثلنا نادي ليون الفرنسي وباري سان جيرمان بما تمثله هذه الانديه في كره القدم النسويه في اوروبا عامة وفي العالم تحديدا، لكن هذا لا ينقص من قيمة لاعبات المنتخب المغربي. في تقديري الخاص بأن لاعبات المنتخب المغربي في بداية المقابلة وخصوصا في الشوط الأول احترمنا كثيرا المنتخب الفرنسي، والأخطاء الأهداف الثلاثة خصوصا الهدفين الأولين، يعني أن ترتكب تلك الأخطاء في الوقت مبكر من المباراة وتسجل عليك هدفين بهذه الأخطاء الدفاعية الفردية نوع يعني أمر قاسي نوعا ما، كأني باللاعبات خرجوا من المقابلة. لكن بعد ذلك ردت فعل اللاعبات في الشوط الثاني، لاحظنا المنتخب المغربي بصورة أخرى، يعني لاعبات المنتخب المغربي وقفنا بالند لنظيرتهن الفرنسيات، كانت قراءة متأخرة للناخب المغربي رينالد بيدروس اللي أكيد النهج الذي اعتمده إيرفي غوناغ، على اعتبار أنه أيضا رينالد بيدروس يعرف جيدا لاعبة المنتخب الفرنسي على اعتبار أنه أشرف بين العام 17 و2019 و2000 على فريق ليون.
المباراة حسمت في الشوط الثاني دائما في أدوار خروج المغلوب لما تتجاوز دور المجموعات. هامش التدارك يتقلص أن تستقبل 4 أهداف 3 أهداف في الشوط الأول، أكيد أمر صعب أن تعود في المباراة عكس يعني الدور الأول 3 مباريات، وهو ما لاحظناه في المنتخب المغربي أن هامش التدارك يعني يكون كبير. على العموم هذه الهزيمة لا تنقص من إنجاز لاعبات المنتخب المغربي شيئا، يعني رفعنا سقف الطموح عاليا، كنا نود فقط في بداية المشاركة أن نحقق أول فوز. فهذا الظهور الأول المنتخب تحقق أول فوز، تحقق ثاني فوز، تحقق درس في العزيمة، لأنه أن تنهزم ب6 أهداف مباراة أولى أمام ألمانيا وتعود بعد ذلك وتنتصر في لقاءين متتاليين درس كروي من لاعبات المنتخب المغربي. والبداية دائما تكون صعبة، البداية في كأس العالم كانت صعبة أمام منتخب ألماني 6 أهداف لصفر، الآن البداية في دور التمون لأنه أول مرة أيضا المنتخب يشارك في دور التمون أمر كان صعب في الشوط الأول كما ذكرت. الشوط الثاني كان مثالي، للأسف لم يكن التوفيق حليف لاعبات المنتخب المغربي، لكن على العموم أمر جيد أنك تصل لهذا الدور الآن. يجب استخلاص الدروس كما ذكرت شكري من هذا المشاركة. كيفما كان الحال فاللبؤات للبؤات أن يفخرنا بما أنجزناه في هذه المنافسات، يكفيهن فخرا بما أنجزناه في أول مشاركة لهن، وهي أول مشاركة لمنتخب نسوي عربي على الإطلاق. بهية الحميدي، أنت نائبة رئيسة العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية، لكنك أيضا المسؤولة عن فرع كرة قدم النسوية بنادي الجيش الملكي، والمنتخب الوطني النسوي يضم 7 لاعبات من نادي الجيش الملكي. لا غرابة إذن أن يكون فخركم هنا بهذا الإنجاز مضاعفا على فخرنا، مثل ما قلت سابقا يحق لكم أن تكونوا فرحانين أكثر منا. بالطبع هذا فخر لنا جميعا، لنادي الجيش الملكي وللمغاربة جميعا، أننا يكون عندنا واحد العمود الفقري من ديال المنتخب الوطني كيتكون من نادي الجيش الملكي. وهذا الشيء ما جاش من فراغ، بالطبع جاء من بعد واحد العمل جبار ديال عدة سنين. بحال اللي كتشوفوا الفريق الفرنسي راه كاين 10 ديال البنات اللي كانوا، لا 4 البنات اللي كانوا كيلعبوا 10 سنين في المونديال المجموعين. يعني راه بين غير من اللعب ديالهم بين بانهم هما اللي كيلعبوا اونصوم، هما اللي كي دوك لي زوتوماتيزم ديالهم في يعني انسجام مده سنين. نعم، دونك بالنسبه لنادي لاعبات نادي الجيش الملكي عندهم ديك لي زوتوماتيزم بينهم، عندهم لعب جماعي، عندهم كيتفاهموا في الملعب. اللي كان كينقص هو ديك على صعيد الدفاع، بقي عندنا بزاف ديال العمل. حتى بالنسبه للبطوله الوطنيه ما كتساعدش بزاف على ان يكون عندنا ديك لا كونفرونطاسيون الصعيبه مع لي زوتر ليكيب، باش يكون عندنا باش نقولوا راه حنايا باقي خصنا نخدموا هذا الكوتي هذا. يعني احنا فخورين بزاف باللاعبات ديالنا، وبحال قلت خصهم يجيو براسهم مرفوع لان خدموا انهم بينوا الوجه الجميل والوجه ديال الكره المغربي لكره القدم النسويه في واحد الحله اللي عربيه ومسلمه اللي كل واحد كيفتخر بها. وهنا لاله بهيه يمكننا نستحضروا الشعار ديالنا الفرح بهذه البداية، مازال. نعم طبعا هذه البداية، لأن غادي تكون بداية بحال قلنا انطلاقة لتطوير كرة القدم النسوية في المغرب. حنا راه دابا عندنا لا كان غادي تكون 2024 غتكون هنا عندنا في المغرب، يعني الوجه الثاني اللي خصنا نظهروا به هي في هذا لا كان ان شاء الله، نظهروا بواحد الوجه جميل، بواحد وجه آخر، يعني نكونوا استفدنا من هذا لا كوب دي موند، باش ان شاء الله ونربحوا وناخذوا لا كوب. علاش لا، راه غادي يكون فيها الفرق الكبرى ديال افريقيا، نيجيريا والافريك دو سود. يعني هذه كلها غتكون خطوه هي ثانيه، خطوه جباره، باش ان شاء الله نبينوا على اننا عملنا يعني وخدينا تجربه من داك من هاد لاكوب دي موند اللي غدفعنا واحد القفزه نوعيه، وغادي تعطينا واحد جرعه الامل على اننا ان شاء الله لاكوب دي موند اللي جاي نقدروا نشاركوا بارتياح ونكونوا خدينا تجربه وخبره اكثر. والآن بالنسبة لهذه الكأس، كأس
كرة القدم النسوية لكرة القدم النسوية المقامة بأستراليا ونيوزيلندا، المغامرة ربما قد انتهت بالنسبة للمنتخب النسوي المغربي، لكن الحلم عاد بدا مستمر ويتواصل وعاد بدا كما قلت البهية. عاد بدا في عموما المغرب ان نعم تفضل. احنا بالنسبه لنا عاد غيبدا العمل، لان هذا الشيء عطانا واحد الفكره على اننا خصنا نبداو نعملوا بحال اللي قال سيدنا الجديه، خصنا نعرفوا بان ان واحد المسؤوليه اللي كاع الفرق وكاع النوادي خصهم يتحملوها، ماشي الجيش الملكي بوحديته، خاص يعرفوا بان كل شخص منهم يعمل، لان الفرق ما خصوش يكون غير من عمود فقري اللي هو الجيش الملكي، ولكن خصو يكونوا جميع الفرق وجميع النوادي ممثلين في هذا المنتخب الوطني. راك عارف بان كاينين لي غون كلوب بحال الوداد والرجاء والماس، كلهم نورمالمون خصهم يكونوا عندهم حتى هما يديروا نفس الاعمال، ينوضوا يهتموا بهذه الفئه يعني بكره القدم النسويه، ولي بريزيدون دو كلوب دو سافوار خاص ما يبقاش عندهم غير مجرد مشاركه باش بو ريبوندغ لي كاي تشارج، ولكن خاصها تكون مشاركه حقيقيه بالعمل، والعمل جبار، لان ما يمكنش الان ولا دوك هما اللي غادي يخدموا في المغرب كامل. 14 فريق في القسم الوطني الاول، زائد الفرق اللي كاينه في القسم الوطني الثاني، وما تقدرش تعطينا بنات اخرين من غير الجيش الملكي، ووحده ولا جوج وحارسه من سبورتين، يعني وحارسه اللي كانت هي لاعبه الجيش الملكي سابقا. يعني بالنسبه ليا اللي كنقول هي ان نوادي رؤساء الفرق ينوضوا يخدموا ويعطيو اهتمام اكبر لكره القدم النسويه، لان الفتاه الى لقات كل ما كتمناه كل ما بغات في النادي ديالها، راه ما غاديش تهرب وتمشي لنادي اخر. أكيد. وكي قلت لك فوالا عموما العمل وعمل وسورتو لو سيريو، لو سيريو والجديه بحال اللي قاسيت، والهدف هو خلق الانسجام في صفوف المنتخب النسوي المغربي. عموما حسن، فلنا أن نتحدث عن إقلاع حقيقي للرياضة المغربية، خاصة إذا استحضرنا الآن الأداء المغربي في كأس العالم قطر، وفي دورة الألعاب الفرنكوفونية المقامة مؤخرا في كينشاسا التي انتهت أول أمس، وحاليا في كأس العالم للكرة القدم النسوية. أكيد المشاركة في التظاهرات والمشاركة بوجه جيد هو تسويق صورة المغرب، هو دبلوماسية رياضية، يعني قوة ناعمة من أجل تسويق اسم المغرب عالميا، الرياضة كرافعة للتنمية، كرافعة لتسويق اسم المغرب عالميا، ما حققته اللاعبات المغربيات في كأس العالم للسيدات، وهن اللواتي لم يكن يعني لم تكن أغلب الترشيحات تضعهن في هذه المنافسة. كما ذكرنا في بداية النقاش، المنافسة شهدت مغادرة قوى كبرى عالمية في كرة القدم النسوية، منتخب البرازيل، منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، المنتخب المغربي تجده حاضرا في دورة ثمون، أكيد أمر مميز، لكن يجب البناء على هذا الأمر، أن يعمل كل المتدخلون في كرة القدم، كرة القدم النسوية بالأساس، على الرفع من واقع الممارسة من أجل تجاوز هذه الإكراهات، أن يعني حتى الأندية المرجعية التي نعتبرها مرجعية في كرة القدم للرجال، أن تأخذ بزمام الأمور وتضع أيضا كرة القدم النسوية في قلب اهتماماتها، وأن يصبح الواقع الرياضي، أن تصبح الممارسة الرياضية يعني مؤسسة من أجل أن يظهر الأبطال المغاربة والبطلات المغربيات في المحافل الدولية بصورة أفضل. تنتظرنا استحقاقات عديدة في كرة القدم النسوية، المنتخب المغربي سيشارك في كأس أمم إفريقيا التي سيحتضنها المغرب أيضا بعد سنة من الآن، هناك أولمبياد طوكيو، والمنتخب المغربي النسوي يطمح للمشاركة وأن يقتطع تأشيرة العبور لهذه المنافسة، خصوصا وأن منتخبين إفريقيين فقط سيشاركان في أولمبياد باريس ممثلين لإفريقيا، أكيد رهانات عديدة، والجميل الأجمل من ذلك هو أن نكرس هذه الصورة للرياضة المغربية، يعني نؤسس لرياضة مغربية
احترافية ممارسة من أجل حصد النتائج في المحافل الكبرى؟ هي دبلوماسية رياضية كما قلت حسن الجابري. الآن وجميع وجهات وسائل الإعلام الدولية تتحدث عن إنجاز لبؤات الأطلس، أذكر منها صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية واسعة الانتشار التي كتبت بأن هذا الإنجاز هو ثمرة دينامية استثمار طويلة الأمد نهجها المغرب بقيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس، وأن لبؤات الأطلس قد تركن بصمتهن في هذا الحدث الكروي العالمي كأول فريق عربي يبلغ دور ثمن النهائي. للا بهيري حميدي، نائبة رئيسة العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية والمسؤولة عن فرع الكرة النسوية بنادي الجيش الملكي، شكرا جزيلا على هذه المشاركة اللبهية. شكرا لكم وبون كوراج بور لو ريست. شكرا، ونتمنى ان الميساج يدوز لجميع الفرق وان يكون اهتمام اكثر اكثر. وهناك ميساج اخر لبهية في دقيقه، وهو يذكرين الان بحمله التنمر التي شنتها الجماهير المغربيه على 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 لاعبات المنتخب الوطني النسوي. حملة تنمر مؤقتة، لأن النهار اللي ربحوا الوالدون ماتش آخرين تغير عاوتاني أي نفس اللي كانوا كيهضروا، يعني حنا ما غاديش نديو على 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 التنمر، لأن هذه كيستيون دو ديديكاسيون، هذه تربية. يعني حنا أنا اللي كنقول الميساج اللي كنقول هي أننا خصنا الاهتمام بلا فورماسيون ديال لي جون، ونكونوا إن شاء الله عندنا يعني في كل مدينة في المغرب يكون عندنا واحد الفريق نسوي من صغر من 12 أو 13 حتى الفئات كاملين، وحتى مع أو ميكسيتي مع الدراري، نكونوا حتى حنايا بحال اللي دايرين أوروبا. يعني عندنا جد عدة فئات في كرة القدم. رسالة واضحة، هذه انطلاقة أون ريزيمون، تكون هذه انطلاقة، تكون انطلاقة إن شاء الله. إذا المشاركة ديالنا في كأس العالم تكون انطلاقة إن شاء الله لبناء كرة القدم في المغرب إن شاء الله. الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام، على أمل اللقاء بكم في نقاش حصاد غد بحول الله.